اسمحوا لي ان انا اشكركم لان انتم عايشتونا. استنى بس الراجل الحقيقي. عايشتونا في الحقيقه اللي بتعيشها اسر كتير بتقدم ابنها شهيد او حتى مصاب. فالعمل الدرامي دايما بيدي فرصه لينا كلنا انه يسجل وقائع يمكن احنا مش بنعيشها كلنا، لكن بالطريقة ديت بتتنقل وتدخل كل بيت ويشوفوا الناس قد ايه التمن اللي دفعته اسر بعد ما ربت وكبرت وعلمت وضحت وقدمت وبعدين يعني بقى اللي قدمته شهيد او بقى مصاب. بعد ما كان ملو الدنيا بقى شهيد، وهو ملو الدنيا برضه، هو شهيد ملو الدنيا برضه، لكن هم الاهل بيبقى طبعا فراق الابن او الزوج او الاب صعب. فانا بشكركم الحقيقه على ده، وبقول لكم انا الكلام ده قلته قبل كده ان يا مصريين اللقطه دي أو الفقرة دي بتورينا قد إيه إن في تمن كبير أو الدفع عشان إحنا كلنا نعيش. فأقل تمن ندفعه إن إحنا نحافظ على اللي هم ضحوا من أجله، اللي هم شبابنا، زينة شباب مصر من كل حتة، من جيش وشرطة وقضاء وحتى المواطنين العاديين. قدموا ده وهم يعني الكلام اللي قاله نور صدقوني كل ضباط الجيش والشرطة بيقولوه، اللي بيعيش معاهم حقيقة أو حتى صف ضباط والجنود بيقولوا الكلام ده، بيقولوه مع نفسهم لأن هم عايشين حالة حالة محتملة للشهادة، فهم عايشين فكرة الشهادة وكده، فبيقولوا الكلام ده مقبل غير مدبر والسلاح في ايدي واموت وهي تعيش. الكلام ده هم بيقولوا صحيح، ولو انتم رحتم شفتم الوحدات ديت سواء كان في هنا اللي موجودة في مصر او اللي موجودة جوا سينا هتجدوا الكلام اللي قالوا نور ده حقيقي. والافلام اللي بتجيبه حتى كدراما هو بيعكس الواقع اللي شبابنا عايشينه. عنده زوجه وعنده طفل محتمل لكن ما قالش هقعد لغايه لما الطفل يجي رجع. وده حقيقه بتحصل كتير. ولو النهارده الشؤون المعنويه سواء في الجيش او الشرطه جابت القصص الحقيقيه لكل شهيد هتجدوا كنز من الوفاء والإنسانية واللي ممكن يقدم للناس ويقول لهم شوفوا دي بيوت مصرية، دي بيوت مصرية عادية خالص، متوسطة أو حتى أقل من متوسطة، يعني ما عندهمش غير نفسهم يقدموا أكتر حاجة يقدموها. بشكركم، متشكرين، شكرا جزيلا.